قبل أيام قليلة من عيد الميلاد، ليلة أشبه بمسلسل هوليوودي قضاها اللبنانية على الطرقات اللي عامد بالأمطار بكل المناطق، ما أدى إلى احتجاز بسيارات لساعات. العاصمة بيروت كانت الأكثر تأثراً، لا سيما نفق المطار، حيث تم إنقاذ المواطنين بواسطة الحبال مثل ما عم بتشوفوا. أما المشهد الأكثر فظاعة فكان بالكارنتينا، سيارات عم بتغوص بعمق مياه فوق الأرض بلغ 3 أمتار، ومحاولات لسحبها من قبل فرق الدفاع المدني اللي غرقت آليته أيضاً. وبعد أكثر من 12 ساعة هيك كان المشهد، فشو اللي صار امبارح؟ ردت الاتصالات الساعة 10، الناس علقت بسياراتها نتيجة الازدياد منسوب المتساقطات، فاللي كانوا موجودين على الأرض وقفوا بأرضهم، صارت السيارات تسكر على بعضها. بلش هون حالة الهلع. اللي صار إنه اتحمسوا الشباب ونزلوا بمتطوعين بالمثبتين بالموظفين باللي بقدر كان وصل اول شيء ليخلصوا الناس العلقانه بالسيارات. احدى المواطنات كانت محجوزه بسيارتها مع اولادها عم بتطلب النجده، فما كان من المتطوع اللي سايق الاطفائيه اللي علقت الا انه تحمس وفات، ما كثير فكر قد ايه محاذير هالتدخل العشوائي، وأدى للي شفتوه. يعني قدرة الدفاع المدني مرهونة بإمكاناته المتواضعة وبتضافر جهود الجهات المعنية، وعلى المستوى الرسمي مسؤوليات وضعها منذ اللحظة الأولى وزير الأشغال على عاتق بلدية بيروت ووزارة الطاقة. تعزيل مجاري مياه الأنهر وتصحيحها وقياس كمية سيلان المي هي من صلاحية وزارة الطاقة والمياه وليس من باب تقاذف المسؤوليات، لكن التوضيح للرأي العام. نحن أرسلنا كتاب لوزارة الطاقة بأيلول 23 وطلبنا من وزارة الطاقة وفق القوانين اللبنانية أن تقوم بتعزيل مجاري مياه الأنهر، ليس فقط نهر بيروت، نهر بطبي، الأنهر العديدة اللي هي تعديات على الأنهر وإلى آخره، لأنه الأنهر طريق الساحلة مسابي فأمنه في أنهر عديدة بطبيعة لبنان الجبلية. خبرنا وزير الطاقة أنه قام بإرسال للبلديات أنه أن تقوم كل بلدية بتنظيف مجاري مياه الأنهر. لا البلديات نظفت مجاري مياه الأنهر ولا وزارة الطاقة نظفت مجاري مياه الأنهر. بالمقابل كشفت وزارة الطاقة أنه لم يسجل خروج للنهر عن ضفافه، بل أنه الطرقات قد فاضت بالمياه حتى قبل ارتفاع منسوبة بسبب عدم قدرة أقنية المياه على استيعاب كمية الأمطار وتراكم الأوساخ والنفايات فيها. وذكرت الوزارة بكتبها ومراسلاتها المتعددة بشهر أيلول الماضي والتعميم إلى المحافظين والبلديات عبر وزارة الداخلية بضرورة إزالة العوائق والتنظيف المستمر للأتربة والردميات والأوساخ من المجاري والسواقي كل ضمن نطاق منطقته. وأوضحت أنه سبق لوزارة الطاقة هذا العام أنه قامت بتفقد الأنهر اللي بتوقع ضمن نطاق صلاحياتها واللي بتشمل المجرى الطبيعي باستثناء المصب الواقع ضمن الأملاك العامة البحرية واللي بيوقع تحت مسؤولية وزارة الأشغال العامة، مثله مثل أقنية تصريف مياه الأمطار والريجارات على الطرقات. هذا وقامت الوزارة بحسب البيان بعدة زيارات ميدانية لمجرى نهر بيروت ولم يتبين وجود أي عوائق إلا ما يختص بجزر السكلين القديم الذي يعيق بعض من جريان النهر واللي حذرت منه الوزارة على مدى السنوات الماضية. باختصار، بنى تحتية بلبنان بنيت لتستوعب 4 ملايين نسمة بالحد الأقصى، فيما يقطن لبنان اليوم أكثر من 6 ملايين شخص، واقع يضاف إلى حقيقة التراجع بمستويات هيدي البنى التحتية منذ بداية الأزمة السورية والأعداد الكبيرة من النازحين اللي دخلت إلى لبنان، من دون إغفال شبه انعدام الثقافة لدى المواطنين اللي عم يرموا النفايات بمجاري الأنهر وعلى ضفافها. وهيك ما بيبقى على المستوى الرسمي إلا زيارات تفقدية وبيانات وتصريحات كان آخرها لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي. أما النتيجة فوحدة، وحدهم اللبنانية غارقين بوحول السياسة اللبنانية. فترقبوا الحلقة المقبلة مع الشتوى المقبلة.